أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يقول إن مسألة دعوة رئيس النظام بشار الأسد إلى القمة العربية في الجزائر لم تحسم بعد، ويجب أن تكون الدعوة بتوافق عربي. سقوط 3 قتلى وإصابة 10 آخرين جراء الاشتباكات التي دارت بين قسد ومجهولين داخل مخيم الهول شرقي الحسكة وفق شبكة نهر ميديا. مقتل رجل وزوجته في مدينة الصنمين شمالية درعا نتيجة استهداف المنزل بقنابل يدوية من قبل مجهولين بعد منتصف الليل. شبكة السويداء 24 تقول إن نظام الأسد أطلق سراح موقوفين من أبناء عشائر محافظة السويداء من مهربين مخدرات بعد مضي أقل من شهر على اعتقالهم أثناء عودتهم من الأردن مقابل مبالغ مالية كبيرة. وزارة الدفاع الأمريكية تخصص أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي من ميزانية الدفاع لعام 2023 من أجل برنامج تدريب لشركاء الولايات المتحدة الأمريكية من بينهم قسد والجيش العراقي. رئيس حزب الوطن والمرشح السابق للرئاسة التركية محرم إنجا يقول إنه إذا أصبح رئيسا لتركيا سيجلس على الطاولة مع بشار الأسد ويعين سفيرا في دمشق لإعادة اللاجئين السوريين.